الطبيعي والمنطقي في الوقت ده وفي الزمن اللي احنا فيه ده انك تسمع موبايلات بمواصفات جبارة جدا من الشركات الصينية، حاجة ما تخلكش تستغرب تماما، لان الشركات الصينية مؤخرا غطت على الكل وبتقدم لك مواصفات جبارة بسعر رخيص جدا، وخصوصا وعلى سبيل المثال شركة زي شاومي، ودلوقتي كمان شركة انفينكس دخلت معاك على الخط وبتقدم لك مواصفات جبارة باسعار برضو رخيصة جدا. في شركة كبيرة ومعروفة كويس جدا وليها جمهور كبير وواسع وموثوق فيها بشكل كبير ومقدمة لك من الاخر كده موبايل مواصفاته ممتازة جدا وسعره رخيص، هل ممكن تصدق وتتوقع الكلام ده ولا هتقول عليا بكدب عليك؟ بس قبل ما اقول لك الشركة دي هي مين، انت لازم تخبط لايك للفيديو، ولاول مرة تشوفني متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومن هنا لحد ما الانترو يشتغل ويخلص تنزل تحت الفيديو ده في كومنت وتقول لي توقعك الشركة دي كانت ايه قبل ما انا ارد عليك واقول. ودلوقتي خلينا على طول كده نخش على الانترو عقبال ما انت تفكر كده وتكتب في الكومنت. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة امك ريفيوز. ومن الاخر كده الشركة الكبيرة اللي انا بكلمك عليها دي هي شركة سامسونج. الموبايل من الاول كده سعره حوالي 2500 جنيه وجاي قريب جدا، وتعال اسمع معايا بقى سامسونج عملت ايه وقدمت ايه وبتقدم ايه في الموبايل ده، والموبايل ده هيعمل ايه في الفئة دي. ومن الاول كده اسم الموبايل طويل شويتين، سامسونج M21 نسخة 2021. وخلينا على طول نخش في تفاصيل الموبايل ده ونبدأ بالشاشة. احنا هنا بنسمع دايما عن شاشة IPS HD Plus، ولما بتحصل نقلة وطفرة كبيرة بنسمع عن IPS Full HD Plus او IPS 90 هرتز HD Plus. هنا بقى انت بتسمع والاول مرة عن شاشة AMOLED 60 هرتز Full HD Plus 6.4 انش في فئة سعر 2500 جنيه، ودي تعتبر نقلة وطفرة كبيرة جدا، وخصوصا من شركة كبيرة واسعارها تعتبر مش رخيصة زي سامسونج، ان هم يفكروا بالعقلية دي فهتعلي عليهم بشكل كبير، لان من الاخر كده اللي بيمنع الناس تشتري سامسونج اسعارها المرتفعة شوية. فبالنسبة لو انت هتسألني عن الالوان والحاجات ده اقول لك بس دي شاشة سوبر اموليد من سامسونج هتديك الوان كويسة جدا، اكتر من كده في الفئة السعرية دي تبقى طماع كده ممتاز جدا. نسيب بقى دلوقتي الشاشة وننتقل للأداء، وعارف قبل ما اتكلم هتقول لي الأداء وسامسونج في فئة سعرية قليلة أكيد أداء تعبان أو معالجات تعبان، ولكن عايز أقول لك إن سامسونج غيرت الفكرة دي شوية، مش هقول لك كتير. هنا الموبايل بيجي بمعالج من إكزينوس 9611، يعتبر معالج معقول ومقبول في الفئة السعرية دي جدا، ومش بعيد عن المنافسين الموجودين معاه في الفئة السعرية دي. اما بالنسبة لحجم الرام والذاكرة الداخلية فبرضه الموبايل مش بعيد عن كل المنافسين، عندك نسختين 464 و628، فدي حاجة تخلينا نتحمس جدا للموبايل ده واستناه، واقول لك انت كمان استناه، لان لحد الان الموبايل بيقدم شاشة ممتازة مش هتلاقيها في الفئة السعرية دي، وبيقدم لك كمان اداء كويس ومقبول وهيلعب معاك بدون اي مشاكل. خلينا نسيب دلوقتي الاداء بقى وننتقل سريعا كده للثلاث كاميرات الموجودين في الضغط. عندك كاميرا اساسية 48 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا للدبس 5 ميجا بكسل، واخيرا سامسونج قررت تشيل الكاميرا العقيمه الماكرو. دي فعلا تركيبه الكاميرات المثاليه، كاميرا اساسيه عشان تاخد صور وايد عاديه جدا، كاميرا الترا وايد عشان لو الكادر اوسع عايز تاخد صور اوسع من كده عدد اشخاص كبير والكادر العادي مش جايبهم، وعندك كمان الكاميرا بتاعت الدبس عشان تاخد صور معزوله، فدي تعتبر حاجه كويسه جدا، ولكن برضو ما ترفعش سقف توقعاتك قوي لان الموبايل لسه ما نزلش ولسه ما جربتش الكاميرات بتاعته. ولكن الفئة السعرية دي دايما كاميراتها مش احسن حاجة ممكن تدور عليها، يعني لو انت شخص بتدور على الكاميرات فما تستناش موبايلات في الفئة السعرية دي، اطلع لفئة ال 3000 والاعلى من 3000 عشان تاخد كاميرات. محدش يجيب لي سيرة الكاميرات في الفئة السعرية بتاعت من 2000 لا اقل من 3000 جنيه. عايز كاميرات في المعقول اطلع من بعد 3000 جنيه وما تضيعش وقت كتير. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهنا برضو الكاميرا الاماميه دقتها كويسه جدا، 20 ميجا بكسل، فتحه العدسه F2.2 تعتبر فتحه عدسه كويسه واوسع من فتحه عدسه موبايلات شاومي 2.5 اللي قرفونا بيها. مع الشاشه مع الاداء ده مع تركيبه الكاميرات وتوليفه الكاميرات دي فسامسونج كده ماشيه في الطريق الصح جدا جدا جدا. كل اللي فات ده انت ممكن تصدق ان سامسونج تقدمه في الفئه السعريه دي، بس مش مصدق قوي، يعني حاسس ان واحد كده خبطك على دماغك بحاجه. الموبايل ده فيه ميزتين يعتبروا كويسين جدا. اول ميزه الموبايل جاي بمدخل 3.5 مللي، دي عاديه ومنطقيه جدا وسامسونج ممكن تعملها ما فيهاش مشكله، ولكن الخطير في الموبايل ده انه بيجي بسماعات ستيريو، فبصراحه توليفه
وشغل كويس جدا مخليني متحمس ومستنى اشوف فعلا الموبايل ده. فاتمنى ان يكون فعلا هو ده الموبايل اللي هينزل في الفئه السعريه دي، وما اتمناش ان سامسونج تزود عن كده، وان زودت ما تزيدش عن 3000 جنيه. حاجه كمان ممتازه في الموبايل ده برضو ومكمله معانا، وهي نقطه البطاريه وحته الشحن السريع دي، يعني شويه. هنا انت معاك بطاريه عملاقه 6000 ملي امبير، ممتازه جدا، بتنافس من اعلى البطاريات الموجوده، ومفيش اعلى من 6000 ملي امبير. سامسونج كده ختمت علم كل حاجه في الفئه دي. ولكن الشاحن عندي عليه اعتراض سيكا. هنا الشاحن 15 واط، فكنت اتمنى من الاخر ان اشوف شاحن 18 واط، ولكن 15 واط يعتبر برضو مش بعيد لو الموبايل ما تسعرش اعلى او ب 3000. اتكلمت معاك عن كل حاجه انا، وسبت التصميم للاخر، لان بصراحة التصميم ما فيهوش اي ابهار. تصميمات سامسونج العادية السوليد جدا، اللي ما فيهاش شغل، اللي ما فيهاش روح. موبايل تصميمه من البلاستيك اللي هي مادة البوليكربونات، عادي ومقبول في الفئة دي. ثلاث كاميرات موجودين تحت بعض، وعندك البصمة موجودة في ظهر الموبايل، وده الاعتراض الوحيد ان البصمة هنا في الظهر، كان نفسي تبقى موجودة في زرار الباور. التصميم لا عندي حب ولا كره، تصميم عادي جدا مقبول. لو انت شخص مش بتدور على تصميم شبابي وروش، فالموبايل ده يعتبر حاجة كويسة جدا ليك. فمن الاخر كده، دي كل حاجة عن وحش سامسونج المنتظر الـ M21 نسخة 2021. وان سامسونج بنفسها البراند ده يعمل التوليفة دي، ده حاجة تخليني متحمس جدا ومنتظر الموبايل ده، وحاجة تخليني اقول لك استنى وما تشتريش اي موبايل دلوقتي في فئة سعر 2500 2600 2700، لان سامسونج ناوية تعمل ابداع. فانا بتوقع ان خلال الكام شهر الباقيين من السنة دي هنشوف موبايلات في الفئة السعرية بتاعت من 2000 ل 3000 جنيه دي خرافية جدا. وبس كده، كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عندك اي سؤال تنزل تحت الفيديو ده في كومنت وتخبط سؤالك، ولو عندك اي حاجة برضو تحت الفيديو في كومنت وتسيبها. وكالعادة اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. Thank you.